تحت عنوان الصورة بتحكي اثنين، افتتح معرض التصوير الضوئي الذي ينظمه اتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمصورين في حمص دورته الثانية بالتعاون مع مديرية الثقافة بحضور محافظ حمص وفعاليات اجتماعية وثقافية، ويستمر المعرض 3 أيام في قاعة المعارض في المركز الثقافي. عندنا 28 مشترك ب 150 لوحة تحكي جانب الحياة الإيجابي وانتصارات جيش العرب السوري وعدل الحياة والأمل والتفاؤل اللي عم تشهدها مدينة حمص، ويكون دافع للشباب اللي عايش برا يرجع ويساهم بعد أعمار سوريا. المعرض الثاني للصورة وسميناها صورة بتحكي، يعني لنبض حياة حمص، رجوع حمص، التعايش مع حمص. شايف كيف؟ بالفعل الصورة اليوم عم تحكي بالجمهور اللي موجود. شايف كيف؟ الجمهور اللي جاي في عالم أنا يعني متفاجئ فيها أنه سمعت بدون أي وسيلة إعلام جاي لحالة. يشارك في المعرض 28 مصور ب 150 صورة نقلوا من خلالها بعدستهم تفاصيل عودة الحياة إلى حمص بانتصار إرادة الحياة على الإرهاب وبطولات الجيش العربي السوري، مع صور عن الأم والمرأة السورية الصامدة. حبيت شارك بفكرة حلوة، إنه فكرة أطفال الداون إنه هن موجودين بالمجتمع ولازم نعمل لهم أي شيء، لازم نقدم لهم أي شيء حلو، لأنه هن مو ما في إعاقة قوية لحتى إنه نحن ما يعني نمنعهم من وجودهم بمجتمعنا بشكل كامل. المعرض مجموعة صور منوعة عن البورتري وعن الطبيعة، عن كلوز أب وعن وأهم شيء في أجيال بين الصغار وبين الكبار، يعني بين جيل قديم جيل جديد. حبيت شارك بخمس صور فيها مواضيع مختلفة، في شيء إنه عن الخوف كيف هو شيء بس براسنا ووهم، وعنا شيء عن شيء لكسر الروتين مثلاً طالب الكالوري إنه حاب يكسر الروتين وهيك، والصور إنه كيف هي صورة إنه هي كيف تحيي ذاكرتنا، تحيي الذكريات، بس بنفس الوقت بتزعلنا إنه ما عاد فينا نعيد هاي اللحظات الحلوة. مشاركة بصورتين، أول صورة صورة شجرة، خيال شجرة، مشاركت مصورتها بضيعة كنت صف روضة، والثانية صورة وردي من وراء السياج. معرض هو حالة توثيقية إلى حمص، يصور الماضي والحاضر. نتمنى من جميع أهالي مدينة حمص والمتابعين إنه يزوروا المعرض ويشوفوا يعني منتجات الفنانين الحماسي. معرض حلو كتير، الصور متنوعة شاملة لكتير شغلات، صور طبيعية وصور عن مدينتنا الحلوة وعن بلدنا الحلوة. معرض كتير حلو ونحن مبسوطين كتير انه في ناس عم ترجع الحياة لحمص وعم تعكس صورتنا الحقيقية. معرض جميل جدا وانا مبسوطة كتير اني اجيت اتفرج لوحات جميلة، وحمص الحمد لله عم تتعافى بمعارض بمهرجانات مميزة وعم تشارك فيها جميع اطياف المدينة من كل الاحياء. المعرض رسالة امل وتفاؤل اننا انتصرنا، بعدسة نقلت حالة التعافي التي تعيشها المدينة لتصبح جزءا من ذاكرة البلد لأجيال قادمة، وثقت ما تعيشه حمص التي عانت وصمدت واستطاعت الانتصار بفضل أبنائها.